دي بهذا المعنى. طب احيانا البعض ممكن لا يفهم الحديث بشكل صحيح عند البعض. وارد كل النصوص وارد انها تفهم على معناها الصحيح وعلى او على معنى اخر بحسب قراءتك. عايزين نطبقه مثلا في وقتنا الحالي نطبقه ازاي؟ يعني انت مثلا بعض الناس مثلا قرات ان النبي صلى الله عليه وسلم واحد كان مصمم ان هو ما يتزوج يتجوز، يعني شوف انا قرات الكلام ده ما شفتوش يعني ما اعرفش يمكن ده على سبيل الطرفه او كده، لكن وارد مصمم ان مراته ليله الدخله تلبس شوال مش تلبس فستان فرح. ليه يا عم؟ يقول لك لان النبي عليه الصلاه والسلام بنى بعائشه في شوال. هو الحديث بيقول بنى بعائشه في شوال. هو قرى شوال شوال، واخد بال حضرتك؟ فعايز يلبس الست شوال في ليله فرحها بدل ما يلبسها فستان ابيض، واخد بال حضرتك؟ بسبب كده. واحد تاني وقرأ ان النبي عليه الصلاه والسلام جيء له بطفل رضيع فحنكه فبال عليه فقال كيف يبول النبي عليه الصلاة والسلام على الناس. يا ابني ده الطفل هو الذي بال على حجر النبي عليه الصلاة والسلام. فكل وده لذلك يقول الإمام الشافعي إيه؟ من تفقه من الكتب ضيع الأحكام. ولذلك يقول إيه؟ يظن الغمر، يعني الأحمق، يظن الغمر أن الكتب تهدي أخا فهم لإدراك العلوم وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم. إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم وتلتبس الأمور عليك حتى تصير أضل من توم الحكيم. توم الحكيم ده كان بيضرب بيه المثل في التعالم والجهل. لابد من أستاذ. مفيش أستاذ هيقرأ شوال شوال وهيقول لك ده النبي بيفعل ويقول لك وهكذا بقى في سلسلة من البلاء اللي بنراه الآن. بعض الناس بتطلع وتقول لك احنا مجددين واحنا بننقد التراث واحنا بنرسم الخريطة وهو مش عارف اصلا قبيله من دبيره ولا كوعه من بوعه. وقرا بعد ما اتخرج من كلية الطب اتخرج من كلية الهندسة وقعد يقرا شوية ونسي ان التعليم الازهري لما بيأسسه هذا العالم من الصغر بيبقى من البدايات والازهر الطفولة. والازهر بالمناسبة مش مكان مش جدران، الازهر صحيح. منهج صحيح. الازهر يعني الزيتونة، الازهر يعني معاقل العلم في حضرموت، الازهر يعني الحجاز، الازهر يعني القرويين، الازهر يعني مدارس ديوبند ومدارس الهند. هو ده الازهر، مش الازهر يعني الجامع الازهر اللي موجود في شارع جوهر القائد في الدراسه في القاهره الكبرى. ده منهج، منهج الازهر. الشيخ محمد خضر حسين لما درس في الزيتونه وجه هنا مصر بقى شيخنا، بقى شيخنا شيخ الجامع، شيخ الجامع الازهر، مش كده ولا ايه؟